باضافه للفرقه، فالناس حاطه امال كبيره جدا عليه. انا بتمنى من الله ربنا يوفقه باذن الله ويكمل الفتره اللي جايه ويكون عنده حسن ظن الناس اللي جابته النادي الاهلي، وانا شايف ان هو جدير بالحته دي. فاحنا برضو بطلب من جماهير النادي الاهلي الصبر، ويكون في توازن في حته القرارات او حته الناس اللي بتتكلم على في الانترنت والحاجات دي. من الناس ما تمشيش مع التيار اللي هو المعاكس. الناس طول بالها على النادي الاهلي، النادي الاهلي عودهم على البطولات والانتصارات، وعمر النادي الاهلي ما زعلهم، فلازم يكون عندهم صبر، ومش عايزين حد يخرج عن ايه؟ عن النظام والقاعده بتاعت النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي واعيه جدا، جماهير النادي ثلاث ارباع جماهير مصر بتشجع النادي الاهلي، فما ينفعش واحد يجي او اثنين او ثلاثه يتكلموا عن النادي الاهلي ومن الناس تتجر وراهم. وبعدين كمان في رساله عايز حضرتك تعلق عليها في تصريحات حسين الشحات، بيقول انا كنت حابب من طفولتي انتمي لهذا الكيان والعب في النادي الاهلي وارتدي تيشرت النادي الاهلي، وانه كان فارق كبير جدا بالنسبه له انه في اتصالات مباشره معاه من الكابتن محمود الخطيب، قال بما يعنيه بالنسبه له كقيمه كبيره في الرياضه المصريه وفي تاريخ الكره المصريه. فكل هذه الامور، هذا اللاعب يدرك حجم وقيمه رموز النادي الاهلي وقيمه الانتماء لهذا الكيان. انضمامه ما جاش من فراغ، حب للنادي من عشقه للنادي وهو صغير. هو قال كلمه يقول لك انا الموضوع المادي اخر حاجه افكر فيه، انا جاي فرحان ان هو جاي النادي الاهلي، عشان هو اختياره كان صح وموفق. اللي بيختار النادي الاهلي يختار كل حاجه، واللي النادي الاهلي يختاره يبقى خد كل حاجه. فانا بقول لحضرتك انا يعني ان شاء الله بنتامل في ربنا باذن الله ان يكون التوفيق معاه الفتره اللي جايه، ويصنع الفارق مع اللعيبه اللي انضمت جديده للنادي الاهلي. الصفقات الثانيه برضو لا تقل اهميه عن صفقة حسين الشحات. في صفقات في كل المراكز. ياسر النهارده يعني صفقة من العيار التقيل، ياسر ابراهيم مميزة جدا جدا، ياسر ابراهيم مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. انا بحيي المسؤولين في النادي الاهلي انهم جابوا الصفقتين في 24 ساعة عشان يهدوهم لجماهير النادي الاهلي، عشان الناس تطمئن على الفريق. وانا بقول لك دول هيبقوا اضافة مع الناس اللي اتضمت كلها، محمود وحيد ورمضان صبحي جيرالدو، كل الناس دي لما تجهز يخشوا في الفرقة. ومحمد محمود انت بتقول حضرتك ايه المركز بالنسبة للمدرب او بالنسبة للنادي الاهلي؟ هيبقى في مثلا حد في المركز ده؟ لا، انا عايز في كل مركز اتنين تلاتة، الاهلي عودنا على كده، عشان اللي بره يبقى زي اللي جوه، اللي بره السكور يبقى زي الاتنين اللي جوه. انت دخل عليك ظروف لو جت مع اي نادي في مصر او اي نادي في اوروبا هيقع، لما يجي لك 7-8 مصابين 9 مصابين، والحمد لله النادي الاهلي واقف على رجليه. يعني الظروف دي اي حد كان يمر بيها صدقني مش هيجيب كورنر، مش هيجيب بونت. احنا الفترة اللي فاتت ربنا كرمنا كسبنا 4 ماتشات، لو حصل دروب في ماتش ولا حاجة ان شاء الله الفرقة بتتظبط. بعد كده داخلين على بطولة افريقيا، هيبقى في ترتيبات جديدة للموسم اللي احنا هنكمله والموسم الجديد. وان شاء الله النادي الاهلي زي ما عودنا فريق قوي ما يتهزش ابدا، ما يتأثرش باي حاجة. وانا شايف الصفقتين دول انا من اسعد الناس طبعا مع جماهير النادي الاهلي ان هم النهارده كمان الواحد كده ايه صفقة انضمام ياسر ابراهيم للنادي الاهلي، اعتقد انها مش بس كمان من النقاط الجيدة في دعم الفريق بلاعبين جدد، دي كمان مرضية جدا جماهيريا، لانه الجمهور كان بيطالب، وعايز اعرف راي حضرتك فنيا، انه الاهلي كان في احتياج حسب رؤية الكثيرين لاكثر من مدافع من مساك مع المجموعة الموجودة، والناس كانت شايفة ان ده مطلب مهم جدا فنيا. متفق معاهم ولا لا؟ انا متفق جدا مع اراء، لان بقول لك جماهير النادي الاهلي واعية وعندها ثقافة زي المدرب بالظبط. يعني النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت كان في حته في حته القلب كانت عامله صداع في راس الجهاز الفني في مجلس الاداره في كل الناس اللي في النادي الاهلي، مش ان الناس اللي بتلعب في القلب قليله، لا كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. بس قلت لحضرتك لما اتنين ثلاثه بيتصابوا في مركز زي دوت يهز اي فرقه، فانت النهارده لما تجيب واحد زي ياسر ابراهيم بيلعب في المكان ده لحد ما ان شاء الله باذن الله يسد ثغره كانت موجوده بسبب الاصابات او بسبب النقص العددي، لان اهم مراكز في النادي الاهلي وفي اي نادي الحته اللي في القلب دي بالذات الاثنين اللي هم المساكين. يعني جالنا فتره في النادي الاهلي ايام وائل جمعه الله يمسيه بالخير والناس اللي كانت بتلعب في المكان ده، والجيل اللي قبليه واللي قبليه، ايام الكابتن محمود صالح وايام الكابتن مصطفى يونس او الكابتن ماهر همام، كل الاجيال اللي كانت بتيجي بعديهم عماد النحاس عشان ما انساش حد، كل الاجيال دي كان كل المدافعين دول بيقعدوا 5 سنين و6 سنين يلعبوا اساسيين ومفيش حد، لا كان في اصابات ولا كان في مثلا ايقافات، وكانت الدنيا ماشيه حلوه. لما الظروف حصلت دي خارجه عن اراده الاجهزه الفنيه وعن الناس اللي مسؤوله في النادي ومسؤولين عن الكوره، ان يجي لك اصابات كتير في مركز واحد زي ده، دخل الباك الشمال تلعبه مساك، دخل الباك رايت تلعبه مساك. فالحمد لله النهارده ربنا وفقنا بصفقه من العيار التقيل، ان شاء الله ياسر هيبقى برده موجود في المكان ده، هيبقى ليه دور كبير في الفتره الجايه في النادي الاهلي. واي حد برده الميزه الكويسه في النادي الاهلي ان حته الاختيارات سواء من مجلس الاداره او من لجنه التعاقدات او الناس الفنيين
ما بيستعجلوش يا كابتن محمد ان انت اي صفقه تجيلك بقى في دقه في ان انت لازم الاختيارات تكون فيها دقه على اساس اللي يجي يبقى جدير بالمكان ده في النادي الاهلي او يبقى يقدر يحمل تيشيرت النادي الاهلي في اي مركز من المراكز. لعيب النادي الاهلي بقى فيه مواصفات، في الصفه بتاعت النادي الاهلي، في الهيبه بتاعت النادي الاهلي، في البطولات النادي الاهلي، لما يجي يتحمل الضغوطات. فانا شايف الصفقات اللي جت الحمد لله فيها المواصفات دي، فالجماهير زي ما قلنا بتصبر. اي صفقه كويسه هتفيد النادي الاهلي، استحاله النادي الاهلي هيأثر ان يجيب حد يكون اضافه للنادي. طيب خلينا